بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق. وهذا الحديث رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق. من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق. قوله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث به، بالتشديد، لم يحدث يعني لم يكلم به أي بالغزو نفسه، يعني لم يعزم على الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، ولم يقل يا ليتني كنت مجاهدا، أو قيل معناه ولم يحدث به نفسه، يعني لم يرد الخروج للجهاد في سبيل الله عز وجل. وعلامته في الظاهر إعداد آلته، قال تعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. ويؤيده قوله: مات على شعبة من نفاق، أي نوع من أنواع النفاق، أي من مات على هذا فقد أشبه المنافقين المتخلفين عن الجهاد، ومن تشبه بقوم فهو منهم. قال بعض العلماء إن هذا كان مخصوصا لزمن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول القاري في مرقاة المفاتيح: والأظهر أنه عام، وأنه يجب على كل مؤمن أن ينوي الجهاد، إما بطريق فرض الكفاية أو على سبيل فرض العين، إذا كان النفير عاما، يعني إذا كان النفير عاما يصير فرض عين، فحينئذ يتعين هذا الحديث. ويستدل بظاهره لمن قال الجهاد فرض عين مطلقا، وهذا سنناقشه إن شاء الله بالتفصيل. وفي شرح مسلم للنووي قال الإمام عبد الله ابن المبارك رحمه الله تعالى: نرى أن ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن هذا كان خاصا بعهد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي قاله ابن المبارك محتمل، وقال غيره إنه عام، والمراد أن من فعل، يعني من لم يحدث نفسه بالغزو، فقد أشبه المنافقين المتخلفين عن الجهاد في سبيل الله عز وجل في هذا الوصف، لأنهم يتخلفون كما قال تعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. والسياق في المنافقين، فإن ترك الجهاد أحد شعب النفاق، وفيه أن من نوى فعل عبادة فمات قبل فعلها لا يتوجه عليه من الذنب ما يتوجه على من مات ولم ينوها، يعني في فائدة النية. وأن لو أن رجلين قد ترك مات وقد ضيع أو ترك عبادة معينة، فلا يستوي من نوى أن يؤديها وعزم على فعلها مع من مات وهو ناو على ألا، يعني وهو ناو ألا يفعلها أو ألا يفعلها. وقد اختلف، يقول النووي، اختلف أصحابنا في من تمكن من الصلاة في أول وقتها فأخرها بنية أن يفعلها ومات، أو أخر الحج كذلك، قيل يأثم فيهما وقيل لا يأثم فيهما، وقيل يأثم في الحج دون الصلاة. فعلى الأحوال هذه يعني بعض الفوائد المتعلقة بهذا الحديث الذي رواه مسلم بسنده إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق. وفي الحقيقة أن هذا الحديث له علاقة مباشرة بموضوعنا، وهذا الموضوع يعني في الحقيقة من الموضوعات يعني التي لم يحصل أن تردد الإنسان في أن يتكلم فيها وفي تناولها بطريقة مبسطة ومبسوطة أقصد ومفصلة، كمثل هذه القضية التي نتكلم فيها إن شاء الله تعالى.
الآن صار الأمر يعني هناك عوامل كثيرة تحتم حقيقة مناقشة هذه القضية، وقد شاء الله سبحانه وتعالى أنه كان قد طلب مني محاضرة في هذا الموضوع، ف يعني كانت معدة وكان المفروض نعطيها قبل السفر لكن ما تيسر ذلك. ففي الحقيقة هذه القضية بلا شك أنها يعني شائكة، لكنها ككثير من القضايا لا يجدي معها التجاهل والإعراض، وخاصة وأن لها من الآثار ومن الأبعاد، ونلاحظ خلطا بين الأوراق كثيرا فلا نملك إلا الكلام. هناك أسباب كثيرة في الحقيقة يعني تمنع الإنسان من الكلام أو منعته كثيرا جدا من الكلام المباشر والمفصل في هذه القضية، وهي قضية الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، وما يطلق عليه الجهاد في سبيل الله الآن في عصرنا، لأنه فرق في الأزمان الأخيرة أو في السنوات الأخيرة مصطلح جديد وفهم جديد لكلمة الجهاد. فالحقيقة هناك مد وجزر دائما في الكلام في هذه القضية، لأن لها حساسية شديدة. أول عوامل الامتناع من الكلام فيها أن الإنسان يشفق دوما أن يقف في خندق واحد مع أعداء الإسلام، فالذين يواجهون التيارات الجهادية في يعني عامتهم أو أغلبهم هم أعداء الإسلام من الداخل ومن الخارج، من المنافقين ومن الملاحدة وأعداء الله عز وجل في كل مكان، وهم يقفون في مواجهة من يسلك هذا السبيل لإعزاز كلمة الله تبارك وتعالى بما يراه طريقا إلى تحقيق هذا الهدف. بلا شك أن في الأمر حرجا شديدا أن نكيل نحن أيضا سهاما على هذه السهام التي تثر عليهم، لكن من خلال موقع يعني المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، إذا كان أمر له آثار أبعد بل هناك حرمات تنتهك، فينبغي أن تستبعد العواطف وما إلى ذلك من المشاعر إذا كان الإنسان يبحث المسألة بحثا علميا مجردا. فنعم نقول نعم قد يحصل أحيانا اتحاد في الموقف، يعني كما مثلا ما حصلت ثورة إيران كنا نعاير بنفس الشيء، يعني كيف تقولون كيف تحذرون من ثورة إيران، كيف تنكرون عليها وأعداء الإسلام وأمريكا والغرب كله يهاجمها، فنحن نقف في خندق واحد. حقيقة التمادي مع هذه السياسة له ثمار غير محمودة وله عواقب غير حميدة. فنعم قد يحصل اتفاق في المواقف من حيث في بعض الأشياء، لكن إذا كان المنطلق مختلفا فلا حرج في هذه الحالة، هؤلاء ينطلقون من منطلق الحفظ على الإسلام والعداوة للإسلام، أما المسلمين حين يتنصحون فيما بينهم فالحرص على الإسلام وعلى مصلحة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فالمنطلق مختلف. يعني إذا كانت الشيوعية مثلا تحارب الربا، الشيوعية تحرم وتجرم الربا والإسلام يحارب الربا، فهل معنى ذلك أننا نقول الإسلام هو الشيوعية أم أن المنطلق مختلف؟ فنفس الشيء حين نتدارس هذه القضية نتدارسها من منطلق مختلف عما ينظر من خلاله أعداء الله تبارك وتعالى. أيضا الإنسان كان يترقب بالوقت وآخر يقول ننتظر حتى تمر هذه العاصفة ونتكلم بعد ذلك، فما تكاد تأتي عاصفة إلا وتأتي أخرى تترى حتى ما تكاد تتهيأ النفوس يعني فتح حوار متعقل في هذه القضية. أيضا ما من شك أن من عوامل العوامل المؤثرة والفعالة في تهييج هذه الأوضاع بالذات في السنوات الأخيرة يعني ما صدر ممن ارتضوا لأنفسهم أن يكونوا في مقابلة الصف الإسلامي داعين إلى النار، منهم من تصرفات وظلم وأذية لعباد الله وللدعاء إلى الله سبحانه وتعالى وانتهاك لحرمات المسلمين، مما أدى إلى حصول رد فعل أيضا في المقابل يقر الجميع ويقر الآن عامة المحللين بما أطلقهم عليه الإرهاب والإرهاب المضاد، وكنا نتحرج كثيرا من استعمال هذه المصطلحات الخبيثة، لكن الآن اللي كان حتى كثير من المنتفين من خصوم الإسلام يقدون بأن هذا المسلك إنما هو رد فعل لمن تعدوا كل الحدود ويعني تفلتوا من كل الضوابط وتخلوا عن كل القيم فسلكوا مسالك يعني مسالك الجبابرة والظالمين في تعاملهم مع هؤلاء. أيضا يعني كان ينبغي لنا أن يعني كما أن رصيد الدعوة دائما يزيد من الخبرة ومن التجارب، فما في شك أن هناك كثيرا من التجارب كان ينبغي أن نستفيد منها جميعا كل من ينتمي إلى الصف الإسلامي
لابد أن يستفيد من هذه التجارب تكون رصيدا جديدا. ففي الحقيقة قد مرت الدعوة منذ بداية هذه الصحوة إلى الآن بكثير من التجارب، بكثير من الخبرات اللي كان مفروض أن يستفاد منها وتستخلص العبر، وإلا فرأس البعض لا يزالون يصرون على سلوك مسلك معين على أمل أن يؤدي إلى هدف مقصود. نحن انتفعنا بلا شك في خلال فترة الصحوة الأخيرة هذه بمثلا ما حصل من يعني نسخ الروح فيما يسمى بالتجربة البرلمانية، ومحاولة إعزاز الإسلام وإقامة حكم الله سبحانه وتعالى عن طريق ثبات الديمقراطية الموهوم. وما رأينا هذه الديمقراطية إلا أن القوم يعتبرونها يعني كما كان يفعل المشركون في الجاهلية، يعتبرون الديمقراطية إلها يعبدونه، لكن كأصنام العجوة التي كانوا يصنعونها من العجوة فإذا جاءوا أكلوها. فنفس الشيء هذه الديمقراطية الآن التي يعبدونها ويسبحونها بحمدها إذا احتاجوا إليها أكلوها والتهموها، كما حصل في مصر طبعا هنا وكما حصل في الجزائر. فيكاد الآن المتعلق بمثل هذا الخيط الواهي يعني يكاد يكون متعلقا يعني صراط لا شيء وراءه ولا طائل تحته. كان أيضا ما في شك أنه مرت كثير من التجارب كان ينبغي أن نستفيد منها، وأن نطلق لعقولنا ولأفكارنا العنان حتى نستخلص أقصى ما نستطيع من العبر من خلال هذه المعاناة، وابتداء من حادثة هدف العصر الأخير بداية السبعينات حادثة الفنية العسكرية وما تلاها من أحداث هنا في مصر إلى هذا المسلسل الأخير الذي نعيشه الآن. علامة بارزة جدا في تاريخ الحركة الانتباه المعاصرة أحداث حماة وما أدراك ما حماة وغير ذلك من الوقائع، كان ينبغي أن يحصل نوع من التحليل والانتفاع بهذه التجارب، وأن يكون من يعني جرائها رصيد يضاف إلى تجربة العمل الإسلامي، خاصة وأننا نتعمد أحيانا أن نغلق أعيننا ونصم أذننا عن يعني عن التطلع من خلال نافذة التاريخ الحقيقة، وهذا أمر من مكامن النقص الخطيرة جدا في بعض الدعاة في هذا الزمان، الاطلاع من خلال الزخم والرصيد التاريخي العظيم الموجود والذي يفيدنا كثيرا في تحليل هذه الظواهر. وكما سنرى كان لهذه التجربة أثر حتى في استنباط الأحكام، كما هنا استقر إجماع أهل السنة والجماعة في قضية الخروج على الحاكم المسلم الجائر، اختلفوا في أول الأمر ثم استقر إجماعهم بعد ذلك على عدم جواز الخروج على الحاكم المسلم الجائر أو الظالم أو الفاسق ما دام في دائرة الإسلام وما دام يحكم بالإسلام. فاستقر إجماعهم لماذا؟ قالوا قد جربنا ورأينا حوادث وقعت في الصدر الأول فيها عملية خروج على هؤلاء الحكام في الدولة الأموية وغيرها، ثم استقر إجماع السلف على منع ذلك بل نصوا عليه في متون العقيدة كما ترون في شرح التحوية وغيرها من متون العقيدة ينصون على هذه القضية لخطورتها، وسنبين ذلك إن شاء الله تعالى بالتفصيل. إذن أيضا اطلاع من خلال نافذة التاريخ أمر مهم جدا، وهناك دراسة في الحقيقة طيبة فيها نوع من التحليل والاستنباط الذي نحن محتاجين إليه، وهي دراسة حركة النفس الذكية محمد الحسن، حركة النفس الذكية للشيخ محمد العبدة، عمل دراسة فيها تطبيق فعلي لحركة من هذه الحركات وما أكثرها حركات الخروج هذه وما العبر التي ينبغي استخلاصها. هناك في الحقيقة عوامل يعني أخرى جتامة العواقب المترتبة على هذا المسلك، العواقب في الحقيقة خطيرة جدا، لكن أنا نلاحظ في يعني مزاج بعض من يفكرون لبعض هذه الاتجاهات نلاحظ في حدة في طريقة التفكير، ويكاد يعني يكاد يغلب على الظن أن بعض من يتصدرون للإفتاء في هذه الأشياء يعني يغلب عليهم عدم تقدير العواقب على الإطلاق، يعني ما في نظر العواقب، نعم، مما يعني قد يشكك في أهلية بعض هؤلاء للإفتاء في مثل هذه الأمور الجسيمة. فسواء في ذلك بعض الأحداث المحلية التي تحصل كعملية العلاقة مع الأخباط أحيانا وبعض أفعال الاستثارة أو تصعيد بعض التصرفات في خلال دول أخرى، الآن يوجد يعني ما نحن فيه تعرفون الذي حصل من التضييق على الدعوة الإسلامية في الخارج منذ حصل تغيير في المركز التجارة العالمي في نيويورك، واضح؟
بغض النظر هل نحن ولا استطاع أن نقطع من الذي فعل، لكن لا يبعد عن طريقة تفكير بعض الناس أنهم فعلا يكون هذا مسكا الله تعالى على ما يرجو أن يكونوا مبرئين من ذلك. لكن الشاهد أن أفعال الله مثل هذه الأصداء الكبيرة والواسعة لا توضع في الحسبان مثل هذه العواقب، يعني يهمل بنام من مثل هذه العواقب. فكما أشرنا من قبل في مناسبة أخرى موضوع الأخبار وما يحصل من التصعيد في الخارج لأقل حادثة تحصل بين المسلمين والأخبار، كيف أنها توظف كي تضم في رصيد يبدل فيها بعد ذلك كثيرا من المخاطر التي تهدد الأمة بأسرها. الآن يوجد رجل الآن هو موجود في خراسان يدعى أبو عبد الله محمد بن أحمد بن خليفة الحسيني المهدي، ما هو بيخلش المهدي أمير المؤمنين، هو نصر نفسه أميرا للمؤمنين الآن موجود، وقصته طويلة ما نخوض الآن في تفاصيلها. الشاهد أنه يقول ستتحرك كتيبة الموت من خراسان عما قريب وتفتح تمر عبر إيران الراية السود تحمل راية سوداء، ويقول إياكم أن يتعرض أحد لهذه الراية السوداء وحذاري أن يقاومها أحد. فتمر هذه الراية السوداء التي تحملها يعني كتيبة الموت من خراسان إلى إيران إلى العراق إلى الأردن إلى فلسطين في القدس. يقول قرأت بياناتهم، كنت في الخارج قرأت بيانات أحد أتباعي يقول فيها أنا لن أشعلها نارا في بقعة واحدة، سأشعلها نارا في العالم أجمع في العالم أجمع. فيعني إن كان مثل هذه الأحداث الطفيفة يترتب عليها هذا الكم الهائل من الآثار الخطيرة، فكيف إذا تكررت في كل موقع؟ لأن يعني في شك أن بعضنا يؤدي خدمات جليلة لأعداء الإسلام الذين يحرصون أشد الحرص على تضخيم هذه الأشياء وتشويهها وتوظيفها في التنفير عن دين الله تبارك وتعالى. فالشاهد من الكلام الآن وإن كنا سنفصل فيما بعد أن هذه الأشياء تكون لها عواقب، والملاحظ أن كثيرا من الناس لا ينظرون في هذه العواقب ولا يقدرونها حق قدرها. لكن قبل أن نتكلم في الموضوع أيضا مباشرة نقول إننا ننطلق بالكلام في هذا الموضوع من داخل الصف الإسلامي، نحن لا نتكلم من نفس منطلق أعداء الإسلام وأعداء الدعوة الذين هم معروفون في بلادنا أو في خارجها، لكن نتكلم على أننا من داخل العائلة الإسلامية والصف الإسلامي الذي يجمع على ثوابت لا نقاش فيها. أهم هذه الثوابت أننا جميعا لا نرضى بواقع الأمة الحالي، ثانيها أننا جميعا مؤمنون بحتمية تغيير هذا الواقع انطلاقا من قوله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإن حصل بعد ذلك اختلاف في طريقة التغيير، وهذا هو الذي يتعلق بموضوعنا الآن إن شاء الله تعالى. من مرجحات هذا الحوار الصريح الذي نحتاجه أمور كثيرة في الحقيقة، أولها أن الإنسان لابد أن يتبطر، يعني مش يمشي وبعدين ينظر، لكن ينظر أولا قبل أن يمشي، وما ينظر فقط تحت قدميه، لكن تكون لنظره للأمور وتقديراته العواقب. يعني الإسلام لا يعرف أبدا الإسلام أنك تفعل شيء دون النظر في العواقب، لا يعرف الإسلام ذلك. وأيضا الإسلام لا يعرف أن تنظر في العواقب العاجلة أو العاطفية، لكن لابد أن تنظر إلى مدى أبعد وأن تأخذ بما استطعت من الأسباب في تقدير الأمور والتفكير فيها. فلابد أن نستحضر دائما عند أي تصرف نفسكم، لابد أن نستحضر أن الدنيا دار ابتلاء وأن الآخرة هي دار ظهور النتائج. لا تتصرف في هذه الدنيا على أن النتيجة الآن بارزة أمامك، واضح؟ لأنك لست شخصا معصوما يوحى إليه، لست نبيا يوحى إليه بحيث تقطع بأن مسلكك هو الحق الذي يعني لا خفاء فيه ولا مرية فيه. فهذه الدنيا دار ابتلاء، يعني نحن لا ننسى أبدا أننا في دار امتحان ودار ابتلاء والنتائج تظهر هناك. فبالتالي لابد أن الإنسان قبل أن يخطو خطوة لابد أن يستفرغ كل وسعه لأن يتأكد أن هذا فعلا يقوده إلى الجنة وإلى رضوان الله تبارك وتعالى. فمهما كانت العواطف، أحيانا الناس يتعاملون بعض الأشياء بعواطف متأججة، فهذه العواطف لا اعتبار لها ولا وزن، لا اعتبار بحسن النية، النية هذه بينك وبين الله سبحانه وتعالى، لكن لابد من الإصابة في العمل. نحن لا نتناقش مع أحد في حسن نيته، وما نظن لحظة واحدة أن أحد من إخواننا الذين يسلكون هذه المسالك إن شاء الله يعني ما نظن أبدا أن واحدا يريد غير وجه الله عز وجل، ولكن نقول كم من مريد للخير لا يبلغه، ونقول إنه لابد من استفراغ الوسع في التأكد من أن هذا فعلا يرضي الله عز وجل. ولهذا كما ذكرنا لابد أن تستفرغ كل الوسع. حصلت محن كثيرة للدعوة في الحقيقة، وما رأينا أحد
دخل في هذا المحن إلا وكان مخلصا. يعني محنة المهدي في أحداث الحرمين سنة 1400 هجرية، أحداث أخرى كثيرة جدا حصلت، كان العمود الذي تقوم عليه هو العاطفة فحسب، حسن النية فحسب دون البصيرة وحسن تقدير الأمور. أيضا هناك أمر مهم جدا، لأن في الحقيقة يحصل في داخل ساحة العمل الإسلامي أحيانا نوع من التجاوزات، كما رأينا أمثلته كثيرا مثلا في جماعات التكفير، حينما كما ذكرنا من قبل المبتدع أو السالم الخالف يعني يشعر بالوحشة، يشعر بالوحشة لأنه يشد عن منهج الفرقة النادية، فسيد يعني يفزع أحيانا إلى بعض المسالك لإرهاب المخالف كي يعني يكثر عدد من معه حتى تزول عنه هذه الوحشة، لأن يستوحش إذا رأى رجل على علم ليس معه ولا يوافقه. فلذلك رفع مثلا هذه القاعدة التي يساء استغلالها، يقول مثلا من لم يكفر الكافر فهو كافر، فبالتالي أنت لم توافقني بتكفير هذا الشخص فأنت أيضا تكون كافرا. وليس الآن أيضا مقام الرد على هذه القاعدة أو سوء استعمالها. فينبغي لمن أراد وجه الله سبحانه وتعالى ومن أراد النصيحة للمسلمين في مثل هذه القضايا الحساسة، ينبغي أن لا يضع أي اعتبار لأي نوع من الضغوط، سواء كانت هذه الضغوط من داخل الصف الإسلامي أو من خارج الصف ممن ارتضوا لأنفسهم أن يكونوا ضد دين الله وضد دعوة الله تبارك وتعالى. فالإنسان لا يخضع لأي ضغوط من أي طرف من هذه الأطراف، لأنه دائما يلوح بالاتهام بسوء الظن والتلويح بأن من لا يشاركنا في هذا المنهج فهو من المنافقين أو فهو من كذا وكذا. ونلاحظ أيضا كثيرا جدا ملمحا خطيرا جدا في بعض هذه السيارات، وهو إزدراء العلماء والنظر إليهم بحقارة بتحقير وإزدراء وتنقص، وعلاوة على سوء الظن بهم، وقد يصل الأمر إلى تكفيرهم كما هو معلوم. يعني من الآفات التي وجدت في بعض البقاع أن هناك من يكفر العلماء، وأصبح الآن الإنسان من يخرج في الخارج يرى هذه الأشياء على الطبيعة، كل إنسان عايز يقول شيء بيقوله ما بحد يمنعه. فنجد من يقول مثلا هذا اللي يدعي أنه أمير المؤمنين هذا الجديد، يعني يقول مثلا يكفر الشيخ علي بن الحاج قرض الله قربته، ويقول على الشيخ بن باز يقول أنا يعني تورعا لا أكفره ولكن هو للكفر أقرب منه للإيمان. ففي الحقيقة لاحظنا هذا، ونلاحظ على بعض هذه التيارات أنهم يبدأون وألف باء دعوتهم هو تحطيم العلماء، هز الثقة في العلماء، وما أكثر ما يستغلون أزمة الخليج وما صدر من بعض أفاضل المشايخ من اجتهادات لنفرض على أسوأ الفرد أن هذا اجتهاد خاطئ. فكان ماذا؟ اجتهد فأخطأ، ما المشكلة؟ ألم يجتهد الصحابة من قبله فأخطأ بعضهم وحصل بينهم التقاتل، ومع ذلك إن شاء الله كل مصاب على اجتهاده وكل يريد مصلحة الإسلام والمسلمين. فوجدنا الحقيقة هذا المنطلق، فيعني يحطمون العلماء ويبقى هم المفسدين، وهم يعني الذين يقطعون ويحطمون في هذه الأمور بعد تحطيم العلماء وعدم احترامهم ويعني إزدرائهم. أيضا من مرجحات هذا الحوار الصريح يعني أن هناك يحصل نوع من خلط بين الأوراق بطريقة سيئة جدا كما سنرى. يعني ظاهرة خلط الأوراق واضح، وضع الأسماء لغير مسمياتها هذا أمر شائع ونحتاج إلى يعني توضيحه. أيضا إشارة إلى يعني الحذر من موضوع التأويل. التأويل فما من فتنة في تاريخ الإسلام كله إلا وما من دم أريب ولا من بدعة ظهرت ولا من فساد حصل في الأرض إلا بسبب التأويل الفاسد الذي هو عدو الدين. أي نعم. فهذه كلها نضعها بين هذا الكلام في هذا الموضوع، ولابد أن نستحضر ونحن نبحث هذا الموضوع أن الدنيا نحن في دار ابتلاء، النتائج هناك، فالإنسان ينبغي أن يتبصر كثيرا قبل أن يضع قدمه في طريق وينظر في العواقب، ليست العواقب العاجلة فقط لكن ينظر إلى العواقب على المدى البعيد وينظر إلى الأثر. أما النظر تحت القدمين أو في العواقب العاجلة والفرح بها فهذا ليس من شأن يعني العقلاء والمنصفين. نلاحظ مثلا فيما يتعلق بهذه القضية التي سنتكلم فيها إن شاء الله تعالى أن هناك يعني بعض المطبوعات تحوي مغالطات جسيمة. اطلعت على بعض المطبوعات يحكي فيها واحد من المؤلفين يتكلم على أحد العلماء الأفاضل، يتكلم على أحد العلماء، لا أنا أتحرج من ذكر اسمه لأن الشتم الذي وجه إليه شتم فظيع،
فيذكر كلام العالم. العالم نعم كلامه قد يكون ما هو صحيح، قد ننكر عليه هذا الكلام، ما في بأس، اجتهد فأخطأ ما في مشكلة، لكن بعدما حكى كلامه قال هكذا، بعدما يعني أقفل الكوفين قال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، الحمد لله الذي عافاني مما تقول هذه الأنعام، والعياذ بالله. فهل يمكن أن يكون في ذلك هذا الإنسان خير؟ إنسان يتطاول على عالم من علماء المسلمين حتى لا يحترم شيبته، حتى الشيبة لا يحترمها، فضلا عن العلم والخدمات الجليلة في دعوة في خدمة الدين. ففي الحقيقة هذا منهج مثل هذا المنهج الذي أوله ازدراء العلماء، آخره لا في شك أن العقيدة غير حميدة، وهذا الذي نلاحظه. لا وجدنا أحدا ممن يطيل لسانه في أهل العلم وفي العلماء إلا يكون عاقبته سيئة، والعياذ بالله. كما قال الحافظ ابن عساكر رحمه الله تعالى: اعلم أن لحوم العلماء مذمومة، وعادة الله في هتك ستر منتقصيهم معلومة، وأن من أطلق لسانه فيهم بالسلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب، أو كما قال رحمه الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. لماذا؟ أن تعظيم العلماء من شعائر الله، بل هي من علامات وجود التقوى في القلب، كما قال عز وجل: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فاحترام العلماء والتأدب معهم هو ليس احتراما للأشخاص، هو احترام لشعائر الله. فالعلماء من شعائر الله التي يجب أن توقر وأن تحترم وألا تنتهك يعني محارمها. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول يعني يقول إن أهول الربا مثل أن ينكح رجل أمة، وإن أرض الربا الاستقامة في عرض المسلم غير حق. فإذا كان هذا في المسلم العادي فكيف بالعالم الجليل؟ ويقول تبارك وتعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد بارزته بالحرب، من عادى لي وليا فقد بارزته بالحرب. يقول قال الإمام أحمد غير من الأئمة: إن لم يكن العلماء أولياء الله فليس لله ولي، إذا لم يكن العلماء هم أحق الناس بولاية الله فليس لله أولياء، يعني أنهم أجدر وأولى الناس بولاية الله تبارك وتعالى، أنهم الأدلاء عليه والذبون عن دينه تبارك وتعالى. ففي الحقيقة من الأشياء التي يلاحظها الإنسان في بعض هذه المطبوعات التي أشرنا إليها مغالطات علمية جسيمة وهي منشورة، وأحيانا يطلع عليها كثير من الناس فيحصل خلط، فمن خلال حوار علمي ننظر ونرى يعني بعض ما تلمنته هذه الأوراق من شبهات. مثلا الاستدلال على جواز قتل الجنود المسلمين أو بعض المسلمين أو المدنيين بعملية قتل التطرس، وسنوضح الفرق إن شاء الله بوضوح إذا كنا بين أن هذا لا يجوز في أي حال الأحوال الاستدلال به على ما يحصل الآن من تصرفات. مثلا وهي من أشد الأمور جسامة، الخلط بين أحكام الجهاد وبين أحكام الخروج على الحاكم، فيطلق الآن وصار كلمة الجهاد تطلق على الخروج على الحاكم، في حين أن هذا باب مستقل تماما عن باب الفقه، عن باب الخروج. واضح؟ الجهاد في سبيل الله إذا أطلق فإنما ينصرف إلى قتال الكفار لنشر دين الله سبحانه وتعالى والذب عنه والمعونة على ذلك، هذا هو الجهاد اصطلاحا. واضح؟ يستعمل استعمالات أخرى لكن الجهاد عند الإطلاق ينصرف إلى هذا، فهذا باب وهذا باب آخر، موضوع الخروج عن الحد. الجهاد في سبيل الله في كل الأحوال يمدح، لا يمكن أبدا أن الجهاد في حال من الأحوال يذم، فالجهاد في سبيل الله عز وجل ممدوح في كل الأحوال ما دام مستوفيا للشروط الشرعية. أما الخروج بنوعيه سواء على الحاكم الجائر أو الحاكم الكافر ففيه تفصيل، الحاكم الجائر اتفق العلماء على أو أجمع العلماء على عدم الجواز الخروج عليه كما سنبين إن شاء الله تعالى. أما الحاكم الكافر فاتفقوا على جواز ذلك لكن بشروط يعني دقيقة جدا. واضح؟ فعلى أي الأحوال يعني هذا الخروج قد يذم أحيانا وقد يمدح أحيانا. واضح؟ أما إطلاق الجهاد عند إطلاق عليه فنشبهه بما يحصل من بعض الجماعات الأخرى أي الاتجاهات الأخرى في أيضا تطويع الحقائق الشرعية لمسميات لا تماثل بينها وبين هذه المسميات. مثلا كما تفعل جماعة التبليغ، جماعة التبليغ تعمد إلى كل النصوص الواردة، يعني هم لم يكتفوا في بيان فضائل نشاطهم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بالحديث وبالآيات والأحاديث الواردة في فضيلة الدعوة إلى الله عز وجل وكانت تكفي، لكنهم عمدوا أيضا إلى النصوص الواردة في الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى في القرآن والسنة، فحولوها وصرفوها إلى الخروج بمصطلحهم هم عندهم كلمة الخروج اصطلاح خاص بجماعة التبليغ،
حتى أن يفسر قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، يطوعوا لها نفس هذا المفهوم أخرجت للناس، واضح؟ بناء على المنام الذي رأى الشيخ الكندهلوي إلياس، نعم الشيخ إلياس، نعم واضح. فمثلا قوله تبارك وتعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطوا، فيدخل الخروج هنا أيضا على الخروج الاصطلاح العرفي الخاص بجماعة التبليغ، وهكذا يعمدون إلى نصوص الجهاد ويطبقونها على هذا النوع من الخروج، كما فعلت الصوفية حينما صرخت نصوص الجهاد إلى الجهاد بمعنى الجهاد النفس، واضح؟ ويستدلون بالحديث الموضوع رجعنا من الجهاد أو رجعت من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر وهو جهاد النفس. كذلك فعلت بعض هذه التيارات حين أطلقت مصطلح الجهاد على شيء ليس هو لا يدخل تحت اسم الجهاد، والفرق كما بينا الجهاد في كل الأحوال ممدوح كما سنفصل إن شاء الله، أما الخروج فقد يمدح وقد يذم بالنظر إلى الشروط والضوابط التي وضعها العلماء. مثلا رجعنا من الجهاد أو رجعت من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر وهو جهاد النفس. كذلك فعلت بعض هذه التيارات حين أطلقت مصطلح الجهاد على شيء ليس هو لا يدخل تحت اسم الجهاد، والفرق كما بينا الجهاد في كل الأحوال ممدوح كما سنفصل إن شاء الله، أما الخروج فقد يمدح وقد يذم بالنظر إلى الشروط والضوابط التي وضعها العلماء. مثلا من أو خلط الأوراق ما يحصل أحيانا من للأسف الشديد من أناس لا علم عندهم ولا بصيرة في آيات الله تبارك وتعالى ولا يعني فقه، فيقولون إن آية السيف نسخت كل ما قبلها من دعوة ومن يعني دعوة حتى على الحكمة والرفق في الدعوة واللين والصبر على المشركين والإعراض عنهم وغير ذلك من المراحل السابقة لآية السيف وآية الجهاد. نعم، ويحاكمون اصطلاح السلف إلى يعني أو معنى السلف عند معنى النسخ عند السلف إلى اصطلاح حادث بعدهم بقرون أو بأزمان، لو اصطلاح النسخ المتأخر كما سنبين إن شاء الله تعالى أيضا. فهذا أيضا من الخلط الشديد، يعني إن فهو يفهم إن النسخ لما ينقل بعض السلف نسخت براءة كل موادعة أو كل مهذلة أو كل حكمة ودعوة بالحكمة والمعنى الحسنة، يفهمون إن كلمة النسخ هنا تماما مثل نسخ الخمر مثلا، بحيث يحرم تماما امتثال الحكم المنسوخ، وهذا في الحقيقة من أخطر مواضع الزلل والضعف في تفكير القول، يعني إلى اللي تخبط في الفهم نتيجة سوء فهم آيات الله تبارك وتعالى. ولذلك كان السلف يشتدون جدا في من يتصدر للكلام في الدين أو لتعليم الناس حتى ينتحلوه في جملة من العلوم أهمها الناسخ والمنسوخ، الناسخ والمنسوخ، كما يزيد هذا الأمر شراء على يعني إيه، لكننا الآن نذكره يعني رؤوس أقلام تتعلق بظاهرة خلط الأوراق الآن موجودة، ظاهرة فيها خلط بين الأوراق، وهذا خلط هو أمر نظري بحت لا في مشكلة، لكن إذا كان هذا الخلط يترتب عليه آثار في الواقع بعيدة المدى أبعد بكثير مما نتصور، فحينئذ نحتاج إلى مثل هذه الوقفة. أيضا من مظاهر هذا الخلط إطلاق القول بتكفير الجنود في الجيش أو جنود الشرطة، وبالتالي استحلال يعني دمائهم، وبعضهم يتورع وكل أنا ما أكفر الجنود أنا أكفر النقيب فمن فوق. أيضا من هذه المظاهر أو من هذا الخلط إطلاق القول أيضا بأن بلاد المسلمين بلاد كفار ديار كفر، وهذا أيضا صحيح ناقشناه من قبل في حينما لخصنا كتاب الغلو في الدين، إن كنا سنحتاج إلى الرجوع إليه إن شاء الله باختصار، موضوع إطلاق القول بأنها ديار كفار يعني يجي يعني خط كده ان بلاد المسلمين انتهت بما ذلك، ثم ياتي لكتب الفقه الحنفي بالذات وياخذ احكام دار الكفر ويخبطها على يطبقها تماما على اوضاع بلادنا اليوم، ويعني ينسى تماما اولا موضوع تقسيم العالم الى دار كفر ودار اسلام، هذا اصلا غير موجود في القران والسنه. اضطر العلماء في عصر الفتوحات اضطروا الى هذا التقسيم كي يوظفوا ويكيفوا العلاقه بين الامم المسلمه والامه المسلمين وبين الأمم الكافرة، أن بيحصل احتكاكات بيحصل تعاملات ارتحال انتقال أسرى، واضح؟ فهذه الأحكام وضعت في وضع العزة والقهر والتمكين، أن المسلمين كانوا قاهرين كل الكفار في كل قطاع الأرض، فهذه الأحكام لها ارتباط شديد جدا بموضوع الغلبة والعزة والقوة، واضح؟ ف
فنفس هذه الأحكام أيضا يأخذونها من الكتب ويطبقونها على واقعنا بلا أدنى بصير. من المرجحات المهمة في هذا الباب الذي سنتكلم فيه إن شاء الله تعالى تبرر القائمين في ساحة الدعوة من الجماعات الأخرى من بعض المسالك التي تفلكها هذه الجماعات. نقول إن معروف شروط الإنكار المنكر، شروط الإنكار المنكر معروفة درسناها من قبل بالتفصيل. من ضمن هذه الشروط ألا يحصل ضرر متعد، ألا يحصل ضرر متعد إلى من لا يوافقك على هذا، ألا هذه القناعة. واضح. فالآن ساحة الدعوة مشتركة، إذا استأثرت جماعة معينة بتصرف تمتد أثاره إلى غيرها فبلا شك أن هذا يعني يخالف النظرة الفقهية السديدة، وهذا إن شاء الله سنزيده تفصيلا. فنتكلم أولا كلاما نظريا إلى حد ما، ثم نناقش تطبيقه على الواقع العملي الذي نعيشه. فيما يتعلق بموضوع الجهاد سنتكلم أولا نرسي أسسا مهمة جدا فيما يتعلق بهذا الموضوع، وهي حكم الجهاد في الإسلام. ما هو الجهاد؟ ما حكمه؟ في حالتين: حكم الجهاد إذا كان للمسلمين دار وسلطان وقوة ومنع. وفي هذه الحالة الجهاد ينقسم إلى نوعين: جهاد الطلب والابتداء وجهاد الدفاع. ثم حكم الجهاد إذا لم يكن للمسلمين دار ولا سلطان ولا منعة ولا استطاعة. ففي هذه الحالة ننظر في مراحل تشريع الجهاد ونرى ونبحث عن أقربها إلى واقعنا وننتقل الحكم فيه. فمن المعلوم أن تشريع الجهاد مر بأربع مراحل: أولها مرحلة الكف عن المشركين والإعراض عنهم مع الاستمرار في دعوتهم إلى الحق. المرحلة الثانية مرحلة إباحة القتال من غير فرض. الثالثة مرحلة فرض القتال على المسلمين لمن يقاتلهم فقط. المرحلة الأخيرة والرابعة قتال جميع الكفار ابتداء حتى يسلموا أو يدفعوا الجزية إلى آخره. ونفرد نصوص ونقول عن علماء المذاهب الأربعة في إثبات هذه المراحل السابقة. ثم بعد ذلك نجلس إلى قضية إن شاء الله مهمة جدا، وهي قضية الجهاد والنسخ. موضوع النسخ في مراحل الجهاد من أهم الموضوعات، فنذكر من قال بالنسخ في هذه الآية ونناقش مذهب الإمام الزركشي رحمه الله تعالى، ونقول يعني نناقش أيضا هل هناك فعلا نسخ في مراحل الجهاد أم لا، ثم نذكر الآثار المترتبة على سوء فهم قضية النسخ في مراحل الجهاد. وكما ذكرنا من قبل الجهاد في سبيل الله عز وجل لا يختلف اثنان في مشروعيته، هذا لا خلاف عليه ابتداء مشروعية الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. كل المشكلة هي في إطلاق ورفع الجهاد على تصرفات وتدرج تحته. أيضا الخلاف قد يكون في مدى تحقق مشروعية الجهاد نفسه في واقع معين وظروف معينة، يعني ينبغي أن يراعى في هذا الأمر الفرق بين ماضي الأمة وحاضرها. ثم نذكر شروط الجهاد الشرعي، ونبين أيضا أنه لا يجوز ذم الجهاد بحال من الأحوال، يعني فريضة الجهاد وعبادة الجهاد لا تذم أبدا بأي حال من الأحوال. فلا يجوز أبدا أن يوصف الجهاد بالعنف أو التطرف أو الإرهاب أو ما إلى ذلك من المسميات، لأن الذي ينكر هذا سينكر القرآن الكريم وبالتالي يخرج من ملة الإسلام. واضح. فآيات الجهاد في القرآن الكريم أعظم وأوضح من أن نحتاج إلى يعني إرادها بمثل هذا السياق. فالجهاد الذي هو الجهاد الشرعي الاصطلاحي هذا يمدح في جميع الأحوال، لا يمكن أن يذم ولا يقبل أبدا من المسلم أن يصفه لأنه إرهاب أو عنف أو تطرف أو غير ذلك. لكننا نناقش أشياء يطلق عليها جهاد وهي لا تندرج تحت باب الجهاد، وبالتالي هناك فرق في الأحكام بين هذه الأمور. فهناك تصرفات تسمى جهادا الآن في هذا الزمان، وهي إما أنها تدخل تحت باب النهي عن المنكر أو الأمر المعروف أو تحت باب الخروج على الحاكم. لا يعترضن أحد يقول هذا يسمى جهادا. نعم يسمى جهادا، لكن ليس على الإطلاق. ليس الجهاد الاصطلاحي، كما أن العبادة جهاد، يعني مدافعة الشهوات جهاد، ذكر الله جهاد، الزكاة جهاد، أي عمل من طاعة الله فيه جهاد، لأن عبارة عن بذل الجهد والمشقة في سبيل تحصيل الطاعة. وهذا كان مفيش علماء أيضا بالتفصيل في ورع. فنبدأ إن شاء الله تعالى بالكلام أولا على حكم الجهاد إذا كان للمسلمين دار وسلطان وقوة على الجهاد. وكما أشرنا من قبل إن الجهاد نوعين أو نوعان، النوع الأول جهاد الطلب والابتداء، والثاني جهاد الدفاع. فجهاد الطلب هو تطلب الكفار في عقر دارهم،
ودعوتهم إلى الإسلام وقتالهم إذا لم يقبلوا الخضوع لحكم الإسلام. حكم هذا النوع أنه فرض على مجموع المسلمين، يعني فرض على أمة المسلمين ككل، يدل على ذلك قوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وقوله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وقوله تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، إلى غير ذلك من الآيات. ومن السنة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: أغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا فلا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم دعوهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم دعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فسلهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. ويقول صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا الحديث: من مات ولم يغز ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق. وقد أجمع علماء المسلمين على أن جهاد الكفار وتطلبهم في عقر دارهم ودعوتهم إلى الإسلام وجهادهم إن لم يقبلوه أو يقبلوا الجزية فريضة محكمة غير منسوخة، فريضة محكمة غير منسوخة. قال ابن عطية في تفسيره: فاستمر الإجماع على أن الجهاد على أمة محمد صلى الله عليه وسلم فرض كفاية، فإذا قام به من قام من المسلمين سقط عن الباقين، إلا أن ينزل العدو بساحة للإسلام فهو حينئذ فرض عين. على هذا الجمهور القائلين بأن جهاد الابتداء والطلب فرض كفاية إذا قام به جماعة من المؤمنين فيهم غناء لأهل الإسلام أو لنشر الإسلام والدعوة إليه، فليس على كل مسلم أن يخرج معه ما داموا يؤدون المهمة، فالباقون لا يأتمون. واستدل الجمهور بالأدلة التالية: أولا قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى فيها، يعني في هذه الآية، أن الجهاد ليس على الأعيان وأنه فرض كفاية، إذ لو نفر الكل لضاع من وراءهم من العيال، فليخرج فريق منهم للجهاد وليقم فريق يتفقهون في الدين ويحفظون الحريم، حتى إذا عاد الناثرون أعلمهم يقيمون ما تعلموه من أحكام الشرع وما تجدد نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل الثاني قوله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. فقوله تعالى لا يستوي القاعدون إلى آخره يدل على أن القاعدين غير آثمين مع جهاد غيرهم، يعني ما دامت تحصل بهؤلاء الغير الكفاية. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان ليخرج من كل رجلين رجل، ثم قال للقاعدي: أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج. هذا رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. وهذا أيضا في مسلم. ففيه طبعا معنى أن أيضا الذي يقعد ولا يخرج الجهاد مدام الخارجون يعني تقوم بهم الكفاية، إذا في هذه الحالة لا يأثمون. كذلك من الأدلة على أنه فرض كفاية فعله صلى الله عليه وسلم وسيرته، فقد كان يخرج في الغزو تارة ويبقى تارة ويؤمر غيره عن الغزوة أو السرية، ولم يكن يخرج جميع أصحابه بل بعضهم، وهذا أمر واضح مستفيض كما في غزوة مؤتة وغيرها.
أما النوع الثاني من أنواع الجهاد الدفاع، جهاد الدفاع، وحكمه أنه فرض عين على المسلمين عموما حتى يندفع شر الأعداء، وهذا بإجماع المسلمين. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: إذا تعين الجهاد بغلبة العدو على قطر من الأقطار أو بحلوله الأخرى، فإذا كان ذلك وجب على جميع أهل تلك الدار أن ينفروا ويخرجوا إليه خفافا وثقالا شبابا وشيوخا، كل على قدر طاقته، من كان له أب بغير إذنه، ومن لا أب له، ولا يتخلف أحد يقدر على الخروج من مقاتل أو مكثر. فإن عجز أهل تلك البلدة عن القيام بعدوهم كان على من قاربهم وجاورهم أن يخرجوا على حسب ما لزم أهل تلك البلدة، حتى علموا أن فيهم طاقة على القيام بهم ومدافعتهم. وكذلك كل من علم بضعفهم عن عدوهم وعلم أنه يدركهم ويمكنه غياثهم لزمه أيضا الخروج إليهم. فالمسلمون كلهم يد على منتواهم، حتى إذا قام بدفع العدو أهل الناحية التي نزل العدو عليها واحتل بها سقط الفرض عن الآخرين. ولو قارب العدو دار الإسلام ولم يدخلوها لزمهم أيضا الخروج إليه حتى يظهر دين الله وتحمى البيضة وتحفظ الحوزة ويخذ العدو، ولا خلاف في هذا. إذن لا خلاف في أن جهاد الدفاع فرض عين على الجميع كما أشرنا. وطبعا هنا تنبيه مهم جدا فيما يتعلق بهذين النوعين الماضيين، وهو جهاد الابتداء وجهاد الدفاع. يعني يذكر العلماء أنه لا خلاف في أن أحكام الجهاد المتقدمة هي إذا كان للمسلمين دار وسلطان وكان لهم قوة على الجهاد، وأما إذا لم يكن لهم قوة ولا دار ولا سلطان فهذا ما سنوضحه إن شاء الله تعالى فيما بعد في البحث حول مراحل تشريع الجهاد. فنكتفي اليوم بهذا القدر، وأقول قولي هذا، وأستغفر الله ولكم. بسم الله تبارك وتعالى. وقد ذكرنا أولا يعني بعض الأمور التي تقتضي الكلام في هذا الموضوع يعني الآن، وأن هناك عوامل تمنع من الكلام وعوامل يعني ترجح الكلام، ولكن قلنا إنه من باب يعني التناصح وتبيين بعض المفاهيم وإزالة الخلط بين الأوراق كما بينا من قبله، وجسامة العواقب المترتبة على الانحراف في فهم بعض هذه القضايا. فهذا الكلام يعني في هذا الموضوع. وذكرنا المقدمة حول خطة هذا البحث وأهم ما يحتويه، وذكرنا أننا ننطلق من ثوابت لا خلاف عليها أو لا خلاف فيها على الإطلاق بين يعني الصف الإسلامي. هذه الثوابت المتفق عليها والمجمع عليها والتي لا تقبل النقاش بحال من الأحوال، أولها عدم الرضا بواقع الأمة، واقعنا نحن واقع هذه الأمة. ما في شك أن من يرضى بواقع هذه الأمة ويقول ليس في الإمكان أحسن من هذا الواقع، إذن فهذا لن يتحرك الإصلاح بأي صورة من الصور. هذا ليس داخلا في صف الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. الداعية الذي يجذب نفسه للإصلاح أو لمحاولة التغيير هذا الواقع. فداخل الصف الإسلامي الدعوي جميع الفصائل متفقة ومجمعة على أن هذا الواقع لا يرضي الله سبحانه وتعالى، وليس هو يعني الوضع هذه الأمة المحمدية التي أعطاها الله تبارك وتعالى بهذا الدين. يعني يلي ذلك اعتبار آخر أيضا لا يقل عن هذا أهمية، وهو أن الجميع متفقون على وجوب العمل لتغيير هذا الواقع. قد يحصل الخلاف في كيفية الوصول إلى النتائج المرجوة، وقد يوجد في هذا خلاف سائر، وقد يوجد أحيانا خلاف غير سائر تبعا يعني موافقة الأدلة الشريعة ومن الكتاب ومن السنة. ذكرنا من قبله أو الأسبوع الماضي ذكرنا أن الكلام على أحكام الجهاد ينقسم إلى نوعين. النوع الأول في حالة ما إذا كان للمسلمين دار دولة وسلطان وقوة على الجهاد وكانوا ممكنين، ففي هذه الحالة يكون الجهاد على نوعين. الجهاد الأول هو جهاد الطلب والابتداء، وهو أن يعني يتطلب الكفار في عقر دارهم يدعون إلى الإسلام، فإن أبوا فيقاتلون ويخضعوا لحكم الله تبارك وتعالى. وذكرنا أن حكم هذا النوع أنه فرض على مجموع المسلمين، ودليله قوله تبارك وتعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم إلى آخر آية السيف. ثم ذكرنا بعد ذلك النوع الثاني من أنواع
الجهاد وهو جهاد الدفاع، وذكرنا أنه فرض عين على المسلمين جميعا حتى اندفع شر الأعداء، وهذا بإجماع علماء الإسلام. وجهاد الدفاع يعني إذا غلب العدو على بلدة من بلاد المسلمين أو قطر من الأقطار، يجب على كل من في هذا القطر أن يخرج وينفر خفافا وثقالا شبابا وشيوخا، كل على قدر طاقته، من كان له والدان فبغير إذن الوالدين، ومن كان يعني لا يتخلف أحد أبدا عن الخروج لصد هذا يعني العدو. وذلك يعني هذا الواجب يعني يكون كل من اقترب من المسلمين يكون أقوى في حقه الفرضية ممن ابتعد. كما ذكرنا الخلاف في أحكام أو لا خلاف في أن أحكام الجهاد اللي هي الفرض العين أو الجهاد الفرض أو جهاد الدفاع، أحكام هذا الجهاد هي إذا ما كان للمسلمين دار وسلطان وكان فيهم قوة على جهاد أعدائهم، أما إذا لم يكن لهم دار ولا سلطان ولم يكونوا ممكنين فينتقل الكلام إلى الموضوع الذي أتلناه في هذه المرة، وهو الكلام على مراحل تشريع الجهاد. وفي الحقيقة قد ذكرها الدكتور علي بن رفيع العلياني في رسالته القيمة عن الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، فنلخصها وننقل عن العلماء وأهل أئمة المذاهب الأربعة وعلماء المذاهب الأربعة ما يوضح هذا الموضوع ويزيل عنه اللبس. ذكرنا من قبل أن الجهاد الإسلامي مر عدة مراحل قبل أن يصل إلى حكمه النهائي الذي تقدم بيانه. فأول مرحلة من مراحل الجهاد أو المراحل المتعلقة بالجهاد هي مرحلة الكف عن المشركين والإعراض عنهم والصبر على أذاهم مع الاستمرار في دعوتهم إلى دين الحق وبيان دين الإسلام بالأدلة وبيان تفاهة معبودات الجاهلية وضلال أهلها وخسارتهم في الدنيا والآخرة. وهذا أمر مهم جدا، يعني لا يعني عدم قيام المسلمين نتيجة بعض الظروف بالجهاد بإحدى نوعين بأحد نوعين السابقين لا يعني ذلك مهادنة الباطل، لا يعني أبدا مهادنة الباطل أو التوقف عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أبدا بأي حال من الأحوال، حتى لو كان إنسان في وسط الكافرين أنفسهم لابد أن يخضع مبلغا دين الله سبحانه وتعالى ومجاهدا هذا الباطل ومنكرا إياه بقدر استطاعته. يعني مع العجز عن الجهاد الفعلي، لكن لا يعني هذا مهادنة الباطل أو إقراره أو يعني التصالح معه، بل كما سنلاحظ إن شاء الله في هذه المرحلة التي كان المسلمين فيها في أشد مراحل الضعف والاضطهاد، ومع ذلك أمروا بالثبات على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وسب أو يعني تفيه آلهة المشركين. ما أقول سب طبعا لأن هذا في تفصيل آخر، لكن أقصد تفيه هذه الآلهة ودعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن قتال أهل مكة في هذه الفترة، فقال لمن قال له كنا في عز ونحن مشركون فلما آمنا صرنا أذلة، كان بعض الصحابة يستحثه على مقاتلة المشركين في الفترة المكية، فكان عليه الصلاة والسلام يعني يقول لهم إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا. هذا رواه النسائي والبيهقي والحاكم وقال على صحيح على شرط البخاري ووثقه الذهبي. كانوا يعني يستحثون النبي صلى الله عليه وسلم، وتأمل هذا الأمر، يعني الرسول عليه السلام كان مؤيدا بالوحي، كان مؤيدا بالوحي ومع ذلك امتنع رغم أن أصحابه كانوا يعذبون وكانوا يبتلون، يعني امتنع عن تحريض المسلمين على قتالهم، فكان الجهاد في هذه المرحلة محرما أو ممنوعا أو محظورا عن المسلمين أن يقاتلوا المشركين. فكان يقول لهم إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا، إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا. ذكر الله سبحانه وتعالى هذا النهي في القرآن الكريم حين قال عز وجل ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، كفوا أيديكم يعني لا تمدوا أيديكم بقتال للمشركين ولأعداء الدين، كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فلما كتب عليهم القتال، لما فرض عليهم القتال بعد ذلك، إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب كل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. ولما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أهل يثرب ليلة العقبة استأذنوه أن يميلوا على أهل منى فيقتلوهم،
كان نوع أن يميلوا على أنجبنا فيقتلوهم يباركوا المشركين فيقتلوهم. فقال عليه الصلاة والسلام إني لم أمر بهذا إني لم أمر بهذا. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عند تفسير قوله تعالى قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. يغفروا يعني يصفحوا عنهم ويتحملوا الأذى منهم. وهذا كان في ابتداء الإسلام، أمروا أن يصبروا على أذى المشركين وأهل الكتاب ليكون ذلك لتأليد قلوبهم، ثم لما أصروا على العناد شرع الله للمؤمنين الجلاد الجلاد والجهاد، هكذا روي عن ابن عباس وقتادة. وقال ابن حجر فأول ما شرع الجهاد بعد الهجرة النبوية إلى المدينة اتفاقا، يعني هذه كانت أول مرحلة شرع فيها الجهاد ووجب على وفرض على المسلمين. قبل ذلك منع الجهاد، منع المسلمون من الجهاد. وقال القرطبي رحمه الله تعالى ولم يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم القتال مدة إقامته بمكة. لم يؤذن له القتال مدة إقامته بمكة. لماذا؟ لابد في الجهاد أن تمايز الصفوف، تمايز واضح بين الصفوف، واضح. لابد أيضا في الجهاد من أرض، من قاعدة يعني تتركز عليها الأمة المسلمة، لابد من راية وإمام وأمير يجتمع عليه المسلمون، لأن الجهاد بالصورة التي نتكلم عنها هو وظيفة أمة بكاملها، ليس وظيفة أفراد معدودين، لكن الجهاد في الإسلام هو وظيفة الأمة بكاملها وليس موكولا إلى أحد من الناس. ويعني سيأتي مزيد بيان وتوضيح لهذا الأمر. حاول بعض الكتاب يعني المعاصرين ومنهم السيد قطب رحمه الله حاول يعني استنباط حكمة الأمر بالكف عن القتال في تلك المرحلة المكية. فنلخص ما قاله، فقال كانت الفترة المكية فترة تربية وإعداد في بيئة معينة لقوم معينين ووسط ظروف معينة، وكانت التربية في تلك البيئة تهدف إلى تربية النفس العربي على الصبر على ما لا يصبر عليه عادة من الضيم يقع على شخصه أو من يلوذ به ليخلص من شخصه ويتجرد من ذاته. يعني كانت عملية تربية أنه ما ينتصر لنفسه ولا يعني ينظر لذاته ولا تعود ذاته ومن يلوذون به محور الحياة في نظره ودافع الحركة في حياته، وتربيته كذلك على ضبط أعصابه فلا يهتاج لأول مهيج ليتم الاعتدال في طبيعته وتربيته على أن يتبع مجتمعا منظما له قيادة يرجع إليها في كل أمر من أمور حياته، ولا يتصرف إلا وفق ما تأمره مهما يكن مخالفا لمألوفه وعادته. ثانيا قال ربما كان القتال في هذه المرحلة، ربما كان القتال دافعا لقريش ذات العنجهية إلى مزيد من العناد ونشأة ثارات دموية جديدة كثارات العرب المعروفة. تنتقل العملية إلى عملية الثأر، أخذ بالثأر، حرب كما حصل في حرب داخل والغضاء والبسوس. فحصل أن تفارق في هذه الحروب قبائل برمتها، فيتحول الإسلام في ذكرياتهم من دعوة إلى ثارات وذحول تنسى معها فكرته الأساسية وهي مبدأه. وربما كان ذلك اجتنابا لإنشاء مقتلة في داخل كل بيت، لو فتح باب القتال ويعني يعني كان أولياء كل فرد يعذبونه ويقتلونه. ومعنى الإذن بالقتال في تلك البيئة أن تقع معركة ومقتلة في كل بيت، ثم يقال هذا هو الإسلام، الإسلام أتى ليذبح الإبن يعني أباه والأب ابنه، ويعني يحصل تشويه لصورة الدعوة الإسلامية أنها دعوة دموية وأشياء أنها تقطع الرحم وتفعل. يقول ثم قال هذا هو الإسلام، وقد قيل حتى والإسلام يأمر بالكف عن القتال، فقد كانت دعاية قريش في الموسم في أوساط العرب القادمين للحج والتجارة أن محمدا عليه الصلاة والسلام يفرق بين الوالد وولده فوق تفريقه لقومه وعشيرته، فكيف لو كان كذلك، يعني إضافة إلى ذلك يأمر الولد بقتل الوالد والمولى بقتل الولي في كل بيت وفي كل محلة. أيضا ربما كان ذلك أيضا الأمر بالكف في تلك المرحلة لما أعلمه الله عز وجل من أن كثيرا من المعاندين الذين يقتلون أوائل المسلمين عن دينهم ويعذبونهم ويؤذونهم
هم بأنفسهم، لأن هؤلاء الذين هم أئمة الكفر وطناطيل الكفر الذين يعتبرون للمسلمين ربما يعني سيكونون فيما بعد من جند الإسلام المخلصين بل من قادته الأبذال. ألم يكن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في تلك المرحلة من بين هؤلاء الذين كانوا يعذبون المؤمنون، وكانت له جارية تسمى زريرة كان يعذب أشد على سبب إسلامها. وربما كان ذلك أيضا لقلة عدد المسلمين حينذاك وانحصارهم في مكة، حيث لم تبلغ الدعوة إلى بقية الجزيرة أو بلغت أخبارها متنافرة، فربما انمحت الجماعات المسلمة ولم يقم للإسلام نظام إلى تعجل المصادمة. وفي الوقت ذاته لم يكن هناك ضرورة قاهرة ملحة لتجاوز هذه الاعتبارات كلها والأمر بالقتال ودفع الآلاء، لأن الأمر الأساسي في هذه الدعوة كان قائما وقتها ومحققا. هذا الأمر الأساسي هو وجود الدعوة، يعني الدعوة كانت قائمة بالفعل، وجودها في شخص الداعية صلى الله عليه وآله وسلم وشخص الرسول عليه الصلاة والسلام في حماية سيوف بني هاشم، فلا تمتد إليه يد إلا وهي مهددة بالقطع، والنظام القبلي الزائد يجعل كل قبيلة تخشى أن تقع في حرب مع بني هاشم إذا هي مدت يدها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان شخص الداعية من ثم محميا حماية كافية. صحيح هي حماية ليست في هذه المسلمين، لكن هذه الحماية كانت حماية طبيعية ليست حماية شرعية، يعني محبة قومه له أو دفاعه له من باب العصبية القبلية والحمية. واضح هذا بخلاف يعني المحبة الشرعية التي هي محبة المسلمين والصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم. وكان الداعية يبلغ دعوته إذا في حماية سيوف بني هاشم ومقتضيات النظام القبلي، ولا يكتمها ولا يخفيها ولا يجرؤ أحد على منعه من إبلاغها وإعلانها في ندوات قريش في الكعبة ومن فوق جبل الصفا وفي اجتماعات عامة، ولا يجرؤ أحد على سد فمه، ولا يجرؤ أحد على خطفه وسجده أو قتله، ولا يجرؤ أحد على أن يفرض عليه كلاما بعينه يقوله يعلن فيه بعض حقيقة دينه ويثبت عن بعضها. وحين طلبوا إليه أن يكف عن سد آلهتهم وعيبها لم يكف، وحين طلبوا إليه أن يسكت عن عيب دين آبائهم وأجدادهم وكونهم في جهنم لم يسكت صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وحين طلبوا إليه أن يدهن ودوا لو تدهن فيدهنون، حين طلبوا إليه أن يداهنهم فيجاملوا ويقابلوا هذه المجاملة بمداهنة بأن يتبع يعني هو بعض تقاليدهم ليتبعهم بعض عبادته لم يدهن صلى الله عليه وسلم. وعلى الجملة كان للدعوة وجودها الكامل في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم محروسا بسيوف بني هاشم وفي إبلاغه لدعوة ربه كاملة في كل مكان وفي كل صورة، ومن ثم لم تكن هناك ضرورة قاهرة لاستحلال المعركة والتغاضي عن كل هذه الاعتبارات البيئية التي هي في مجموعها مساندة للدعوة ومساعدة في مثل هذه البيئة. هذا يعني ليس كلام من كلام يعني شخص عادي، هذا من كلام السيد قطب رحمه الله تعالى في الظلال، يعني محاولة استنباط الحكمة من الأمر بالكف والصبر والإعراض عن أذى المشركين في تلك المرحلة المكية. نحن نعرف من خلال هذه المرحلة أيضا كيف يعني كيف لما أتى خباب ابن الأرت رضي الله تعالى عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث الصحيح، أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة وقد لقينا من المشركين شدة، فقلنا يا رسول الله ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم لقد كان من قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له حفرة في الأرض ثم يوضع فيها ثم يوضع المنشار على رأسه ثم يشق نصفين ويمشط بأنشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يرده ذلك عن دينه، والذي نفسي بيده لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. من المتكلم؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يعني ليس التفسير الوحيد لمن يسلكون الحكمة والموعظة الحسنة في طريق دعوتهم، ليس التفسير الوحيد لذلك أنهم جبناء وأنهم رضوا أن يكونوا مع الخوارج وأنه لا ينقصهم إلا أن يلبسوا كذا وكذا كما يفعل بعض الناس أو يقولون، لكن هذا الكلام صدر من النبي عليه الصلاة والسلام وهو مؤيد بالوحي
في مثل هذه يعني المرحلة. واضح؟ ليس هذا هو التفسير الوحيد، بل هذا يعني من سوء الظن إن لم يكن أيضا من سوء الأدب مع الشيوخ ومع العلماء ومع الدعاة. فهذا يعني مما لا يليق أن يدفع إلى آخر من يخالفك برأي أن يعني يتطور عليه مثل هذه الأشياء. فليس هذا كما كان هو التفسير الوحيد لعدم الرضا. وكما ذكرنا هذه يعني يقع بعض الضغوط من داخل الصف الإسلامي ومن خارجه. فمن ضغوط الداخل هو يعني مقابلة الناس مثل هذه العبارات القاسية والفجة في سبيل فرض قناعة معينة على المخالفين. فالنبي عليه السلام عزل عن الدعاء لهم، يقولون ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا، يعني ادعو الله سبحانه وتعالى أن يمكننا من هؤلاء المشركين. فانظر كيف علمهم النبي عليه السلام أن هذه سنة ماضية من الله عز وجل لا تتخلف أبدا، لا يمكن أن يحصل تمكين إلا بعد الابتلاء. صحيح أنت لا تتسجل بالابتلاء لنفسك، لكن هذا قانون من قوانين الدعوات، لأن الله سبحانه وتعالى مثال بساطة، يعني الله عز وجل قادر على أن يقول الشيء كن فيكون. أليس الله سبحانه وتعالى قادر على أن يقول كن لكل من على وجه الأرض فيصبح على أتقى قلب رجل واحد منهم؟ قادر لأن يجعل كل من على هذه الأرض على مثل إيمان رسوله وعبده محمد عليه الصلاة والسلام؟ الله قادر أن يجعل كل إذن، لكن هذا ينافي حكمة الابتلاء، لأن الملائكة هم الذين لا يعصون الله ما أمرهم، أما هذه فهي دار ابتلاء ودار امتحان. فربنا قادر أن كل من على الأرض من فساد ومحاربة للمسلمين وأذية لهم وصد عن سبيل الله بكلمة كن، كلمة من حرفين فيكون، ومع ذلك لا يكون. فالله سبحانه وتعالى يعني ولو شاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض ويبلوكم بالشر والخير فتنة أتصبرون؟ فهي مسألة هذه حكمة الله سبحانه وتعالى. فلا بد في الدعوة من الابتلاء. صحيح أنت مطالب ألا تستجلب الابتلاء بتقصير مثلا أو باستعجال، لكن الرسول عليه السلام قال لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاثبتوا. لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاثبتوا. أي نعم. أيضا خباب فعدل عن الدعاء لهم، هم يقول له ادعوا الله لنا، فكأن هذا لأنه يخالف سنن الله ما دعا لهم النبي عليه السلام بالتمكين، ليس بعد، لكنه عدل عن ذلك بمواساتهم بأن هذه سنة من سنن الله سبحانه وتعالى، هذه سنة جارية في الكون أنه لابد من البلاء. ولذلك في الرواية الأخرى حديث خباب أيضا قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا. شكونا ليه حر الرمضاء؟ قال بعض العلماء حر الرمضاء المقصود به يعني أرادوا أن يستأذنوا في الإغراض بصلاة الظهر، أن يؤخروا صلاة الظهر حتى يحصل في الطرقات فيتمكنوا من الخروج للمسجد في هذا الفيء من شدة الحر. وبعض العلماء كالحافظ ابن كثير قال المقصود شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء، يعني تعذيب المشركين إيانا في حر الرمضاء، فلم يشكنا يعني لم يزل شكوانا ولم يدعو لنا، وإنما عدل كما هو في رواية الأخرى عدل إلى مواساته بأن هذه سنة ماضية من الله سبحانه وتعالى. فأي إنسان يختار طريق الدعوة لله سبحانه وتعالى يعني يعرف من البداية طبيعة هذا الطريق. إن اخترت هذا الطريق ورضيت أن يكون هدفك الجنة والفوز برضوان الله سبحانه وتعالى والفوز بالحسنى، فلا بد أن تدفع ضريبة، لابد أن تدفع ضريبة حتى تصل إلى هذا الهدف. واضح؟ كما أن في الطرق السريعة المخدومة التي توصلك إلى البلد اللي تقصدها بيسر وسماحة وسهولة، لأنها طرق مخدومة، بتعمل إيه في الطريق السريع الصحراوي؟ تدفع الأول رسوم لكي تمضي في هذا الطريق. فكذلك من راضي طريق الجنة فلا بد أن يدفع الثمن. أما الذي يريد أن يلتزم بطاعة الله ولا يبتلى ولا يضحي ولا يعاني، فهذا يختار طريق آخر. لكن من أراد هذا الطريق لا بد أن يدفع الطريق حتى يصل أخيرا إلى رضا الله سبحانه وتعالى. لذلك لما سئل الإمام الشافعي رحمه الله لما قيل له يا أبا عبد الله أيما خير للرجل أن يمكن أو يبتلى، أيما أفضل أن يمكن أو يبتلى؟ فقال له الشافعي رحمه الله تعالى لا تمكن حتى تبتلى، لا تمكن حتى تبتلى. ولذلك ارتبط يعني خبر البلاء سنة حتمية الوقوع البلاء ارتبط ببلاد الدعوة. لما يعني حصل ما حصل في يعني ليلة القدر حينما يعني نزل جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام في غار حراء كما هو معروف في رمضان، وعاد إلى خديجة رضي الله عنها يقول زملوني، ثم اصطحبته خديجة إلى ورقة ابن نوفل ابن عمها. فماذا قال ورقة؟ أول ما أبلغه بما حصل معه في الغار وقال لقد خشيت على نفسي، قال له هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى.
هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى. يا ليتني فيها حيا، ليتني أكون، يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال أو مخرجي هم؟ قال نعم. لم يأتي أحد قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك يومك أنصرك نصرا مؤزرا. انظر كيف ما علم أحد بعد بخبر هذه الدعوة، ومع ذلك اقترن خبر ميلادها بخبر وقوع البلاء. واضح. فإذا الابتلاء سنة ماضية من الله سبحانه وتعالى، لابد أن من يسير في هذا الطريق لابد أن يبتلى. انظر إلى قصة الراغب والغلام والساحر والراهب، لما بدأت على هذا الغلام مخايل الولاية وأكرم الله سبحانه وتعالى حينما وقعت على يدي بعض الكرامات، قال له الراهب، قال أي بني أنت أفضل مني وإنك ستبتلى وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي، إلى آخر الحديث. إذن هذا حديث يطول، لا نريد أن نخرج عن موضوعنا، لكن في فرق في مرحلة من المراحل. هذه السنة حتمية، يعني ينبغي حينما نتعامل مع مشاكل الواقع ينبغي ألا نفكر بطريقة مثالية وخيالية، نقفز فوق سنن الشرع وسنن الكون. يعني السنة لا تحابي أحدا، القوانين قوانين الله سبحانه وتعالى لا تحابي أحدا. يعني مش علشان أنت ملتحي وتصوم النهار وتقوم الليل ومستعجل حتى تنزل إلى تاكل في الدور العاشر، فما تقولش أنا أرمي نفسي من العاشر، والسنة ستحابيني، سنة الجاذبية ستحابيني، أن أنا رجل صالح، أنا أعبد الله وأقرأ القرآن وأذكر الله ستجاملني. لا، إذا لقيت نفسك تتهلك، فلا بد من احترام السنة، لا تستثني نفسك حتى تكون واقعيا وتبدأ بداية صحيحة. واضح. فبعض الناس مثلا يعني حينما يفكر في واقع المسلمين اليوم يرى ما عليه الكفار من قوة ومن بأس ومن كذا وكذا، وما عليه المسلمون من ضعف، ما يريد أن يواجه، هو ما يريد أن يواجه المشكلة وأعباء الدعوة الحقيقية. هو حاجة من اثنين، يا إما تحصل معجزة من السماء، لابد من معجزة، لابد من خارقة تخرج المسلمين من هذا الأمر، فيقول إما أن يعني يخرج المهدي، واضح، هكذا، ويمكن الله سبحانه وتعالى به للدين، واضح، ويعطل كل شيء في سبيل انتظار المهدي مثلا، أو يقول أن لابد ستحصل حرب عالمية يدمر العالم نفسه إلا المسلمين، ثم بعد ذلك يكون مسلمين جديد على أنقاض هذه البشرية ليبنوها. لماذا؟ هو يخاف من المواجهة، يخاف من أن يواجه الجاهلية أو يشفق على نفسه أو يقتل كما هو الحقيقي. لا نلاحظ كثيرا عند كثير من إخواننا إما أنه يشتعل إلى درجة الاحتراق، إما أن يشتعل درجة الاحتراق، وإما أنه يبرد إلى درجة التجمد، لكن مرحلة من الاثنين ما يفكر، ما يريد أن يتحمل مسئلات الدعوة والصبر عليها وعلى تربية الناس وتغيير مفاهيمهم وغير ذلك من وظائف الدعوة. إما يعني يصطدم لدرجة الاحتراق ويتعجل مثل هذه الأشياء، وإما أنه ينام وما يريد أبدا أن يتحمل شيء. ما في مرحلة متوسطة تستطيعها، بل ربما نظر إلى نشاط الدعوة على بالنظرة الاحتراق والاحتقار والازدراء كما بينا. واضح. وهذا إن شاء الله سنزيد تفصيلا فيما بعد. الشاهد أنه لابد من سنة الابتلاء، وأن من ارتضى لنفسه هذا الطريق فلابد أن يدفع هذه الضريبة ويبذلها. نعم. أما المرحلة الثانية فهي مرحلة إباحة القتال من غير فرض. أبيح القتال، أذن يعني أبيح، مباح فقط. ومن أدلة هذه المرحلة قوله تبارك وتعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم غير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات: قال غير واحد من السلف: هذه أول آية نزلت في الجهاد، هذه أول آية نزلت في الجهاد. واستدل بهذه الآية بعضهم على أن هذه سورة مدنية، وإنما شرع الله تعالى الجهاد في الوقت الأليق به، لأنهم لما كانوا بمكة كان المشركون أكثر عددا، فلو أقر المسلمين وهم أقل من العشر بقتال الباقين لشق عليهم. ولهذا لما بايع أهل يثرب ليلة العقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا نيفا وثمانين، قالوا: يا رسول الله، ألا نميل على أهل الوادي، يعنون أهل منا، ليالي منا، فنقتلهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أمر بهذا. فلما بغى المشركون وأخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم من بين أظهرهم وهموا بقتله وشردوا أصحابه سذر مذر، فذهب منهم طائفة إلى الحبشة
وآخرون إلى المدينة، فلما استقروا بالمدينة ووافاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمعوا عليه وقاموا بنصره، وصارت لهم دار إسلام، أو صارت لهم المدينة دار إسلام ومعقلا يلجأون إليه، شرع الله جهاد الأعداء، فكانت هذه الآية أول ما نزل في ذلك. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، أذن يعني أبيح لهم، إذن فقط. أما المرحلة الثالثة فهي فرض القتال على المسلمين لمن يقاتلهم فقط، يعني جهاد الدفاع أوجب عليهم أن يقاتلوا من قاتلهم. ومن أدلة هذه المرحلة قوله تبارك وتعالى: فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مفصلا ومبينا هذه المرحلة، قال: ولم يؤمروا بقتال من طلب مسالمتهم، بل قال: فإن تولوا فخذوهم، أما من طلب المسالمة فهؤلاء لا يقاتلون. كذلك من هادمهم لم يكونوا مأمورين بقتاله، وإن كانت الهدنة عقدا جائزا غير لازم. كذلك أيضا مما يدل على هذه المرحلة، مرحلة فرض القتال على المسلمين لمن يقاتلهم فقط، ما حكاه شيخ سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، سيرة الفعلية للنبي عليه الصلاة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فمن المعلوم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر علمه عند كل من له علم بالسيرة، أنه صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة لم يحارب أحدا من أهل المدينة، بل وادعهم حتى اليهود، خصوصا بطون الأوس والخزرج، فإنه كان يسالمهم ويتألفهم بكل وجه. وكان الناس إذ قدمها النبي عليه السلام على طبقات، منهم المؤمن وهم الأكثرون، ومنهم الباقي على دينه وهو متروك لا يحارب ولا يحارب، وهو والمؤمنون من قبيلته وحلفائهم أهل سلم لا أهل حرب، حتى حلفاء الأنصار أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على حلفهم. فهذه المرحلة الثالثة، أن القتال صار واجبا على من يقاتل، يعني على المسلمين يقاتلون من قاتلهم فقط دون من سالمهم وودعهم. أما المرحلة الرابعة، وبعض الحقيقة يعني طبعا هي قتال الكفار على اختلاف أديانهم، مبادئ المشركين بالقتال كما بينا من قبل. بعض الناس ينزعجون لهذا، يقولون هذا الإسلام هؤلاء المتطرفون يعتبرونها مراحل، يعني المسكين قلق على مستقبل الكفر، قلق على مستقبل الكفر، يقول لهم الآن يودعون ويهاجرون وكذا، أنت خليك فيما أنت فيه من البلاء والشؤم، وهذا يعني محاربة دين الله سبحانه وتعالى، يكفيك هذا. أما أن تخطط لمستقبل الكفر أيضا وتريد أن تكون الإسلام قائمة حتى في المستقبل وتقلق وتكون مراحل، فهذا يدل أن ما في قلوبهم حب للإسلام ولا خوف عليه ولا رغبة في التمكين له. المهم هذه المرحلة الرابعة هي قتال جميع الكفار على اختلاف أديانهم وأجناسهم ابتداء، وإن لم يبدأوا بقتال حتى يسلموا أو يدفعوا الجزية، على خلاف بين العلماء في من تؤخذ منه الجزية. هذه المرحلة بدأت منذ انقضاء 4 أشهر من بعد حج العام 9 من الهجرة، من بعد حج العام 9 من الهجرة، ومن بعد انقضاء العهود المؤقتة، يعني بعد ما انقضت العهود المؤقتة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعمل على هذه المرحلة الأخيرة وعليها استقر حكم الجهاد. ومن بركات هذه المرحلة ذلك النور الذي عم الأرض من هذا الوقت إلى زماننا هذا، هذا النور وهؤلاء الملايين أو البلايين الذين كتبوا عند الله سبحانه وتعالى من أهل الجنة، إنما هو ببركة هذه المرحلة حينما انتدب الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأدوا هذا الواجب وحملوا هذه الأمانة وبذلوا دماءهم وأموالهم وأنفسهم رضي الله تعالى عنهم، وخرجوا إلى أفاق الأرض ينشرون هذا النور ويحررون هذه الأمم من ربط الكفر والشرك والوثنية والضلال والظلم. فهذه بركات هذا الجهاد، فكيف ينظر إلى هذا الجهاد على أنه يعني أنه قهر للأمم؟ الصحابة رضي الله عنهم ما قهروا أمما، ما أكرهوا أحدا على الدخول في الدين، لا إكراه في الدين، كل ما في المسألة كل ما في هذه القضية أن الله صاحب هذه المملكة، صاحب هذه الأرض، ولله ملك السماوات والأرض، الله أمر هذه القضية فقط، من الذي أمر بالجهاد؟ من الذي شرع؟ صاحب هذا الملك سبحانه وتعالى.
هو الذي امر هؤلاء الصحابه المؤمنين بان هذا القران من عند الله، هو الذي امرهم بان يفتحوا بلاد الارض لينقذوا الناس من الظلمات الى النور ومن الكفر الى الايمان. واضح؟ فكان الهدف هو انه لو انه فتحت لهم البلاد بدون مقاومه بدون قتال حتى يتمكنوا من تبليغ هذه الرساله التي كلفها بهم بها، يعني كلفهم بها خالقهم، ما لما اريقت فتره زمن واحده. الذي حصل ان جيوش الكفر كانت تقف على حدود البلاد تمنع المسلمين من عرض هذه البضاعة، من عرض هذه الأمانة وهذا الدين وتبليغ هذه المسؤولية، فكانت تقف الجيوش على حدود البلاد تأخذهم عن أداء وظيفتهم. كل المطلوب كان أن تزال هذه العقبة حتى يتمكن المسلمون من أن يعرضوا مباشرة للناس هذا الدين، وإلا أنتم تعلمون ما يحصل من وسائل الإعلام سواء في الوسائل القديمة أو الحديثة من تشويه وصد عن سبيل الله. حتى الآن يظهر الدين للناس على خلاف حقيقته، يعني أأمن الناس على أن يحملوا هذا الدين على حقتهم أصحاب هذا الدين دعاتها علماؤه، فلذلك كان الصحابة يزيلون هذه العقبة حتى يدلفوا إلى الشعوب مباشرة ويبلغوهم هذا النور. من أسلم ونجا من النار فخير، ومن بقي على كفره يهوديا أو نصرانيا فيعني يقر على ذلك ويعني يقطع لحكم الله بأداء الجزية عن يد المهم صغير. حتى أداء الجزية والصغار من رحمة الله بهؤلاء الكفار. لماذا؟ لأن الشريعة أبقتهم أحياء وفرضت عليهم الذلة والصغار حتى تبغضهم وتمقت عندهم هذا الكفر الذي يعني أودى بهم هذه المذلة. لأن الكفر إذا كان يورث المذلة والهوان فما في شك هذا تنفير من الكفر حتى يهتدوا إلى دين الإسلام. والحديث يقول إن شاء الله فيه بعد نفصل الكلام في هذا. فهذه المرحلة كما ذكرنا بدأت بعد انقضاء 4 أشهر من بعد حج العام 9 من الهجرة ومن بعد انقضاء العهود المؤقتة، وتوفي النبي عليه الصلاة والسلام والعمل على هذه المرحلة الأخيرة وعليها استقر حكم الجهاد. من أدلة هذه المرحلة قوله تبارك وتعالى: فإذا انسلق الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. فإن تابوا يعني أسلموا ووحدوا الله، فإن تابوا يعني أسلموا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. ومن أدلتها أيضا قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون. ومن أدلتها قوله صلى الله عليه وسلم: اغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين تدعهم إلى 3 خصال أو خلال، إلى آخر الحديث الذي رواه مسلم. ومن أدلتها قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. هذا باختصار يعني المراحل 4 التي مرت بها فريضة يعني الجهاد. نذكر الآن نصوص علماء من المذاهب 4 من كل مذهب، نذكر واحدا يعني يوضح لنا يعني نصوص المذاهب في هذه المسألة. فيما يتعلق بالمذهب الحنفي يقول الإمام السرخسي رحمه الله تعالى: وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مأمورا في الابتداء بالصفح والإعراض عن المشركين. قال الله تعالى: فصح الصفح الجميل، وقال تعالى: وأعرض عن المشركين، ثم أمر بالدعاء إلى الدين بالوعظ والمجادلة بالتي هي أحسن، فقال تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، ثم أمر بالقتال إذا كانت البداية منهم، فقال عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، أي أذن لهم في الدفع الدفاع، وقال تعالى: فإن قاتلوكم فقتلوهم، وقال تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، ثم أمر بالبداية بالقتال، فقال تبارك وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، حتى لا يبقى على الأرض شرك، هذا هو الهدف الأسمى للجهاد في سبيل الله، حتى لا تكون فتنة، فتنة هنا فاعل يعني كان تامة أو تكون هنا تامة، حتى لا تكون فتنة، حتى لا توجد فتنة استعطر الفتنة والشرك من على وجه الأرض. وقال تبارك وتعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فاستقر الأمر على فرضية الجهاد مع المشركين، وهو فرض قائم إلى قيام الساعة. انتهى من المبسوط للترخيص.
في المذهب الشافعي يقول إمام الشافعي رحمه الله تعالى: وأنزل الله عز وجل فيما يثبته به إذا ضاق من أذاهم، ولقد نعلم أنه أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ففرض عليه إبلاغهم وعبادته ولم يفرض عليه قتالهم، يعني عليك أن تبلغهم واجتهد في طاعة ربك، ولم يفرض عليه أن يقاتلهم، وأبان ذلك في غير آية من كتابه. ثم أذن الله عز وجل لهم بالجهاد، ثم أذن لهم أن يبتدئوا المشركين بالقتال، قال عز وجل: أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا، إلى آخر الآية. وأباح لهم القتال بمعنى أبانه في كتابه، فقال: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. ولما مضت لرسول الله صلى الله عليه وسلم مدة من هجرته أنعم الله فيها على جماعات باتباعه، حدثت لهم بها مع عون الله عز وجل قوة بالعدد لم يكن قبلها، ففرض الله عز وجل عليهم الجهاد بعد إذ كان إباحة لا فرضا، فقال تبارك وتعالى: كتب عليكم القتال، إلى آخر الآية. وهذا باختصار، يعني هذا كلام الإمام الشافعي في أحكام القرآن باختصار. أيضا يقول الإمام ابن رشد وهو من علماء المالكية، يقول رحمه الله تعالى: وأول ما بعث الله نبيه عليه السلام بالدعاء إلى الإسلام من غير قتال أمره به ولا أذن له فيه ولا جزية أحلها له، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك 10 سنين، وهي التي أقام بمكة، وحينئذ أنزل الله: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، وقوله: فاعف عنهم واصفح، وقوله: لا إكراه في الدين، وما أشبه ذلك من الآيات. فلما هاجر إلى المدينة أذن الله تعالى له وللمؤمنين بقتال من قاتله، وأمرهم بالكف عمن لم يقاتلهم، فقال تعالى: أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، وقال تعالى: فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، وقال تعالى: فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. فكانت هذه سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين منذ هاجر المدينة إلى أن نزلت سورة براءة، وذلك بعد 8 من الهجرة، قاموا لله تعالى فيها بقتال جميع المشركين من أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون، وقال عليه الصلاة والسلام في المجوس: سنوا بهم سنة أهل الكتاب إلا من كان له عهد عند النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله أتمه له إلى مدته، فقال: إلا الذين عاهدتم من المشركين، إلى آخر يعني الآية. وفرض الله عز وجل الجهاد حينئذ على جميع المسلمين كافة، فقال: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. انتهى كلام الإمام ابن رشد. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فكان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر مأمورا أن يجاهد الكفار بلسانه لا بيده، فيدعوهم ويعظهم ويجادلهم بالتي هي أحسن، ويجاهدهم بالقرآن جهادا كبيرا. قال تعالى في سورة الفرقان وهي سورة مكية: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وكان مأمورا بالكف عن قتالهم لعجزه وعجز المسلمين عن ذلك. ثم لما هاجر إلى المدينة وصار له بها أعوان أذن له في الجهاد، ثم لما قووا كتب عليهم القتال ولم يكتب عليهم قتال من سالمهم، لأنهم لم يكونوا يطيقون قتال جميع الكفار. فلما فتح الله مكة وانقطع قتال قريش ملوك العرب ووفدت إليه وفود العرب بالإسلام، أمر الله تعالى بقتال الكفار كلهم إلا من كان له عهد مؤقت، وأمره بنبذ العهود المطلقة كما هو في سورة براء. وقال الإمام الحافظ ابن قيم الجوزية أيضا: فلما استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وأيده الله بنصره بعباده المؤمنين الأنصار وألف بين قلوبهم بعد العداوة والإحن التي كانت بينهم، فمنعته أنصار الله وكثيبة الإسلام من الأسود والأحمر، وبذلوا نفوسهم دونه وقدموا محبته على محبة الآباء والأبناء والأزواج، وكان الأولى بهم من أنفسهم، رمتهم العرب واليهود عن قوس واحدة وشمروا لهم عن ساق العداوة والمحاربة وصاحوا بهم من كل جانب، والله سبحانه وتعالى يأمرهم بالصف والعفو والصفح حتى قوية الشوكة واشتد الجناح، فأذن لهم حينئذ في القتال ولم يفرض عليهم، فقال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ثم فرض عليهم القتال بعد ذلك لمن قاتلهم دون من لم يقاتلهم، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم،
ثم فرض عليهم قتال المشركين كافة وكان محرما ثم مأذونا به ثم مأمورا به لمن بدأهم بالقتال ثم مأمورا به لجميع المشركين إما فرض عين على أحد القولين أو فرض كفاية على المشهور. فخلاصة الكلام أن أمر الجهاد استقر على المرحلة الأخيرة التي ذكرت في سورة التوبة وهي قتال المشركين حتى يسلموا، إما يسلموا إما يقاتلون، وقتال أهل الكتاب والمجوس حتى يسلموا أو يدفعوا الجزية مع اليد والصغار على مع الذل والصغار. وقال ابن القيم فاستقر أمر الكفار معه بعد نزول براءة على ثلاثة أقسام: محاربين له وأهل عهد وأهل ذمة، ثم آلت حال أهل العهد والصلح إلى الإسلام فصاروا معه قسمين: محاربين وأهل ذمة. روى الحاكم عن علي بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت أبي يقول سألت علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم تكتب في براءة بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال: لأن بسم الله الرحمن الرحيم أمان، وبراءة نزلت بالسيف ليس فيها أمان، ولهذا لم تبدأ بالبسملة كسائر السور. وقال ابن كثير عند تفسير سورة التوبة: هذه السورة الكريمة من أواخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال البخاري: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء يقول: آخر آية نزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وآخر سورة نزلت براءة. لكون سورة براءة هي السورة المقررة لحكم المرحلة الأخيرة من مراحل الجهاد، اعتبر علماء السلف أن المرحلة الأخيرة للجهاد ناسخة لبقية المراحل، ناسخة لما سبقها من المراحل. بنذكر أولا من قال بالنسخ. يقول الإمام ابن العربي رحمه الله تعالى: قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم، هي آية السيد، ناسخ لمائة وأربعة عشر آية. هذه الآية يقول ناسخة لمائة وأربعة عشرة آية في القرآن الكريم. ما تشك أن هذا الكلام إذا قلنا أن الناسخ بمعنى أزالة الحكم فهذا بلا شك ما يكون صحيحا على الإطلاق، هذا يكون يعني غلوا من قائله، لأن إذا رجعتم لكلام الإمام السيوطي في النسخ حينما حاول أن يحصل الآيات المنسوخة أقل من هذا بكثير بلا شك. لكن إن كان بالمعنى الذي سنبينه فيمكن أن يكون هذا مقبولا، يعني كما سنبين إن شاء الله. القول بالنسخ إن آية السيف نسخت ما قبلها من الموادعة والدعوة بالحكمة والصفح والإعراض عن المشركين إلى آخره، هذا القول بالنسخ مروي عن الضحاك ابن مزاحم والربيع بن أنس ومجاهد وأبي العالية والحسين بن فضل وابن زيد وموسى بن عقبة وابن عباس والحسن وعكرمة وقتادة وابن الجوزي وعطاء. وقال بالنسخ كذلك ممن قال بالنسخ ابن تيمية والقرطبي والشوكاني وجمع من العلماء في شتى العصور الإسلامية. يقول الشيخ الصديق حسن خان رحمه الله تعالى: وما ورد في موابعتهم أو في تركهم إذا تركوا المقاتلة فذلك منسوخ باتفاق المسلمين. ذهب الإمام الزركشي رحمه الله تعالى إلى أنه ليس في مراحل الجهاد نسخ. الإمام الزركشي ذهب إلى أنه ليس في مراحل الجهاد نسخ، بل يعمل بكل مرحلة عند الحالة المشابهة للحالة التي شرعت فيها. وعاد على من قال بالنسخ. قبل أن نستطرد نذكركم بحكم النسخ. النسخ له معاني. النسخ في اصطلاح الصدر الأول من الصحابة والتابعين، كلمة النسخ لها تطلق على عدة معاني ليس على معنى واحد، واضح؟ يعني مثلا حينما نقول إن يعني الحديث الذي أوجبت على المسلم فرائض وواجبات أخرى فوق شهادتين مثلا، واضح؟ وفوق الأركان. هذه الأحاديث العلماء أحيانا يقولون هذه النصوص التي توجب هذه الفرائض ناسخة للأحاديث التي فيها من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ناسخة.